النقطة الثالثة الالتفات إلى ما ورد عن المعصومين سلام الله عليهم أنه يؤتى بالفرد العاصي يوم القيامة فيقال له لما لم تعمل فيقول لم أعلم فيقال له لما لم تتعلم فينقطع أو تنقطع حجته ويؤمر به والنار مضافا إلى الوجوب العقلي والإنساني للتعلم والفحص على الحقيقة والاسترشاد بمن يوثق به من الناس والحب الغريزي لطلب الكمال وتنامي العقل والنفس والإنسان على أي حال يريد لنفسه الكمال ويجب عليه التعلم والسير في هذا الطريق لا أن يبقى جاهلا متسكعا في طرق الجهل والجهال